محاشي لمريض السكر للكيتو دايت، نجيب نص كيلو فلي وبصلة كبيرة وثلاث سنان ثوم، ملعقة صغيرة فلفل أسود وقليل من الملح، نطحنهم مع بعض مثل هيك لازم يكونوا، قليل من الزيت ونوضعهم على المقلة حتى يتغير لونهم. نحشي الخضار المناسبة لإلنا، أي نوع خضار أنتو ترغبوا فيه أو مناسب لنظامكم الغذائي. نوضع الخليط، نوضع جبنة تبعت البيتزا تكون مناسبة لإلكم، نحشيهم مع بعض، نحشي كل الكمية ونصفطهم في الوعاء. نعمل المرقة، لتر ونص ماء، كوب معجون الطماطم، قليل من الفلفل الأسود والملح أو مرق الماجي حسب رغبتكم. نوضع قليل من المرق في الداخل حتى يتشرب، ونوضع الكمية كلها، نوضعها 40 دقيقة على حرارة متوسطة حتى تنضج تماما. هيك بعد 40 دقيقة كتير هي رائعة. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.